نعود أيضا إلى الرياضة. كأس دبي العالمي للخيول في ذكراه 20 تحتفظ به الإمارات بعد فوز الحصان المملوك لولي عهد دبي. لنستمع إلى التفاصيل. فرانس بيشوب يطفئ الشمعة 20 لكأس دبي العالمي للخيول، العنوان الأبرز في الصحف العالمية المهتمة بعالم سباقات الخيول، والتي قامت بتغطية احتفال كأس دبي العالمي للخيول بالذكرى 20 لانطلاقه وسط حضور جماهيري حاشد زاد على 60,000 متفرج امتلأت بهم جانبات حلبة الميدان في منطقة ند الشبا في دبي. توفر قيادة البلاد هذا الاستعراض الرائع والحدث المذهل للوافدين والمواطنين على حد سواء، فجميعهم يكنون كل الحب لها لما جمعته من روائع على أرضها، واحتضنتنا لنشعر بأننا جزء منها. مرور 20 سنة على سباق الخيول العالمي، سباق الخيول العالمي سباق نعتبره هو ما نعتبره كرنفال، نعتبره عرس إماراتي يحتفل بكل إماراتي هنا، وكل مواطن طبعا مشارك في هذا الحدث يعتبر شيء سوى شيء كبير في حياته. ولا تنسى أن اليوم يوم مهم جدا، هو مرور 20 عام هذا يعتبر شيء كبير لنا إحنا كمواطنين، وبنحتفل فيه اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله تفوز فيه الإمارات ونرفع الكاس، الشيخ محمد براشد يأخذ الكاس إن شاء الله. السباق الرئيسي الممتد على مسافة 2000 متر وجائزته المالية 6 ملايين دولار أمريكي شهد فوز الحصان برينس بيشوب المملوك لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة الفارس وليام بويك، في حين تسلم المدرب الإماراتي سعيد بن سرور عصا الفروسية. طبعا هذا قمة السباق اليوم، وهذه أوفت وزادت بعد كمان. انطباعات سيادتكم في الذكرى 20 لكأس دبي للخيول؟ الحمد لله أن خيول دبي هي الذي فازت. تمتاز المنافسة في كأس دبي العالمي دوما بالتحدي والصعوبة، كما يمتلك المتنافسون قوة رائعة وقلوبا كبيرة، فقد حظينا بسباق رائع تحت عدة ظروف وبذلنا مجهودا هائلا كفريق. أنا سعيد بوجودي هنا وأشكر كل القائمين على هذا الحدث، كما أشكر الشيخ محمد والشيخ حمدان. المرة السابعة أفوز بكأس العالم، والحمد لله الحصان برس بشوف قدم عرض قوي في السباقات الأوروبية وبداخل الدولة، والفوز هذا يعني كبير بالنسبة للعرب جميعا. كأس دبي العالمي للخيول يتألق في عيد ميلاده 20، هذه البطولة التي تزيد مجموع جوائزها على 30 مليون دولار أمريكي، وتحظى بمشاهدة أكثر من 60,000 متفرج توافدوا على حلبة الميدان في ند الشبا في دبي. محمد سيف، CNBC عربية، دبي. من الرياضة سوف نعود إلى آخر التطورات بالأسواق الخليجية مع